عايز كمان اعزي المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي السابق وكل جماهير القلعه الحمراء بعد وفاه حسن ابن المهندس محمود طاهر داخل منزله في القاهره الجديده. وتم تشييع الجنازه النهارده بعد صلاه الظهر من مسجد حسن الشربطلي في التجمع الخامس. وان شاء الله العزاء هيقام يوم الاثنين الجاي في مسجد المشير طنطاوي ايضا بالتجمع الخامس. البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل ان شاء الله مثواه الجنه باذن الله. وخالص التعازي للمهندس محمود طاهر ولكل اسره النادي الاهلي.